السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين. من أبو العباس المبرد؟ وما مكانته العلمية؟ وما أقوال العلماء فيه؟ ما أثار المبرد العلمية؟ وما أهمية كتابيه الكامل والمقتضب؟ وما موقف المبرد من لغة العربي ومن القراءات القرآنية؟ سنناقش ذلك في حلقة هذا الأسبوع من لسان العربي بعنوان المبرد آخر علماء مدرسة البصرة، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وموضوعنا هذا الأسبوع بعنوان المبرد آخر علماء مدرسة البصرة. نرحب بضيفنا دكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية في جامعة جريسون التركية. مرحبا بكم وحياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم. وياكم دكتور. ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول، الدكتور رمضان أيوب، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة في لبنان، فحياكم الله وبياكم. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم أستاذي، حياكم الله. أيضا دكتور حمدي، نبدأ بترجمة بسيطة وتحدثنا فيها عن المبرد. المبرد أو المبرد هو محمد بن يزيد الأزدي الثمالي، ولقبه المبرد أو المبرد فيه اختلاف كثير بين العلماء، بل إن من المحدثين كالشنقيطي رحمه الله تعالى يتعصب للكسر فيقول والكسر في راء المبرد واجب، وبغير هذا ينطق الجهلاء. نعم، وصف من يقول بالفتح بأنه جاهل، عصبية طبعا. أما يعني سبب تلقيبه بالمبرد بالفتح أي حسن الوجه، أبو حاتم السجستاني ابن الجوزي في كتاب الألقاب يذكر بأن المبرد طلبه صاحب الشرطة المدامة معه يكون نديما له. نعم، مسامرة. نعم، فلم يكن يريد أن يذهب إليه، فأرسل والشرطة رسوله يبحث عنه، فذهب إلى أبي حاتم السجستاني وأخبره خبره، فكان عنده في داره. هذا في بغداد على ما أظن. نعم، نحن نسميها الزير. نحن نسميها حتى الآن أعتقد لا تزال موجودة في بغداد، نسميها حب، هي نفسها حب، يعني عبارة عن فخار عندنا لكي تبرد الماء. نفسها. نعم، هي نفسها. نعم، هي كبيرة عندنا كبيرة، فدخل فيه وغطى عليه وأتى رسول لكي يختبئ، يعني لكي يختبئ. كانت فارغة لما أتى الرسول صاحب الشرطة، قال أخبرت بأنه دخل عندك، قال ادخل وابحث عنه، فدخل وبحث فلم يجده. فلما خرج والي الرسول والي الشرطة أو رسول صاحب الشرطة، قال فنادى عليه يا مبرد يا حسن الوجه. نعم، قم. الرواية الثانية موضوع المبرد المبرد بالكسر. بالكسر يعني قالوا بأن المازني شيخ المبرد عندما ألف كتابه الألف واللام فدفعه إلى المبرد وناقشه فيه، فأجابه خير جواب، فقال له قم فأنت المبرد أي المثبت للحق. هذا معناه. معناه. نعم، فحرفه الكوفيون بالفتح. الرواية الثانية يعني المبرد المبرد ليست مشكلة، العلماء أثنوا عليه، ولد سنة 210 من الهجرة أو 207 وتوفي 285 أو 286، الراجح 285، والتحق سار إلى سر من رأى إلى المتوكل، والتحق بمجلسه، ثم لما قتل المتوكل سار إلى بغداد وذهب إلى بلد ليس له معرفة به، فيعني وافته الحاجة، احتاج، ليس معه مال، فانتظر يوم الجمعة وذهب إلى المسجد وصلى صلاة الجمعة، وبعد الصلاة أراد أن يتكلم،
فيعني أمسك بواحد يريد منه أن يسأله، فالذي أمسك به كان لا يعرف شيئا، فهو أخذ يجيب على أن سائلا سأله ويرفع صوته. فهذا المسجد كان فيه ثعلب شيخ نحاة الكوفة، نعم، فأرسل إليه الزجاج تلاميذه وبعض من معه وقالوا فضوا حلقة هذا الرجل لا يعرفونه. نعم، فذهب الزجاج فانظر إلى أدب العلماء، يقول لك أتأذن لي أعزك الله أن أفاتشك؟ أتأذن أن أسألك؟ نعم، تفضل. سأله سؤالا فأجابه إجابة ممتازة مجودة رائعة فأعجب. الثاني الثالث قالوا وصلت الأسئلة إلى 14 سؤالا وهو يجيب إجابات مجودة كإجابة السؤال الأول. فالزجاج بقي وقال لزملائه اذهبوا إلى الشيخ وأنا سأبقى أتلقى على هذا الرجل. كيف تتلقى على رجل مجهول وشيخنا له مكانته وله منزلته؟ قال الأمر ليس بالشهرة وإنما بالعلم. إذن لم يكن معروفا في بغداد، لم يكن معروفا في بادئ الأمر. نعم في بادئ، وطبعا لم تكن في وسائل إعلام لتبين. نعم. إذن دكتور رمضان حدثنا عن شيوخ المبرد وعن تلامذته متفضلا. نعم، تلقى المبرد على أكابر شيوخ عصره، ومن هؤلاء الجرمي رحمه الله الذي يقول عنه المبرد كان أغوص على الاستخراج من المازني، وكان المازني أحد منه. ومنهم أبو حاتم السجستاني الذي يقول عنه المبرد أيضا أتيت السجستاني وأنا حدث فرأيت بعض ما ينبغي أن تهجر حلقته له، فترك تلك الحلقة والتحق بحلقة أبي حاتم السجستاني. ومنهم أيضا التوازي إذ يقول عنه المبرد ما رأيت أحدا أعلم بالشعر من أبي محمد التوازي، كان أعلم من الرياشي والمازني وأكثرهم رواية عن أبي عبيدة. الرياشي من هؤلاء أيضا المشايخ. يقول عنه المبرد أول ما سمعت الرياشي ينشد شعرا لمالك بن أسماء، يعني أول ما سمعته كان ينشد شعرا لمالك بن أسماء بن خارجة، يا ليت لي خصا بدارهم بدلا بداري في بني أسدي، الخص فيه تقر أعيننا خير من الآجر والكمدي. يروي عنه المبرد كثيرا في كتابه الكامل. ومنهم الزيادي أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه. هذا ما يتعلق بشيوخه. ومنهم الجاحظ أيضا، الجاحظ أيضا بشيوخه، وظل ملازما له إلى آخر حياته. ومن تلامذته أبو إسحاق الزجاج وأبو بكر بن السراج صاحب الأصول وابن كيسان، وابن كيسان الذي كان يأخذ بالمذهبين البصري والكوفي. ومنهم مبرمان العسكري محمد بن علي بن إسماعيل وابن درستويه، وهو ممن شرح المقتضب ولكن لم يصل إلينا شرحه، وكان عالما فاضلا أخذ الأدب عن ابن قتيبة والمبرد. وكذلك منهم أبو بكر بن الأزهر وهو أديب بارع من أصحاب المبرد. وهو مستملي المبرد. الأخفش الأصغر أيضا من تلامذته. نعم أستاذي، الأخفش الأصغر أيضا. وكذلك الأخفش الأصغر أبو الحسن علي بن سليمان بن المفضل روى كتاب الكامل للمبرد، وشرح أيضا كتاب السيبويه، وشرح نوادر أبي زيد الأنصاري. نعم أستاذنا، شكرا. سنعود إليك دكتور حمدي. إذن ما مكانة المبرد العلمية وما أقوال العلماء فيه؟ المبرد بعد وفاة شيخه المازني صار زعيم البصريين أو شيخ نحاة البصرة، وهو يعد آخر مشايخهم بعد المبرد والثعلب. صارت مدرسة أخرى، يعني صار التلاميذ الذين تلقوا على المبرد وثعلب جمع بين نحو البصريين ونحو الكوفيين بغداد يعني. نعم، فصارت المدرسة البغدادية كما يقسمونها. اختصه كثير من الأغنياء بتأديب أبنائهم وأولادهم لما كان له من مكانة في العلم وسعة في الأدب. الأدب بمعناه الواسع، ليس بمعنى الضيق عند المتأخرين. نعم، من الأدب واللغة. نعم. العلماء طبعا تكلموا فيه كلاما حسنا،
وثقه العلماء وأصحاب الجرح والتعديل. فقال عنه الخطيب البغدادي: كان عالما فاضلا موثوقا في الرواية. وقال ابن كثير: كان ثقة ثبتا فيما ينقله. وقال القفطي: كان أبو العباس محمد بن يزيد من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة. ويعني يجلس كما كجلوس الملوك. كمجالسة الملوك. نعم. لأنه كان مع المتوكل قبل ذلك مع الخليفة في سرة مرة. نعم. وكرم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجودة الخط وصحة العزيمة وقرب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق، وعلى ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه. أجمل وصف هذا القفطي. وصف نعم وصف يعني ما شاء الله. الياقوت الحموي يقول: كان إمام العربية وشيخ أهل النحو ببغداد، وإليه انتهى علماؤها بعد الجرمي والمازني. صاحب معجم الأدباء. نعم. الزبيدي يقول: كان بارعا في الأدب وكثرة الحفظ والفصاحة وجودة الخط. ما شاء الله. يعني ما شاء الله جمع كثيرا من العلوم والفنون. وهذا ما كان يتميز به علماؤنا السابقون، كانوا موسوعيين. صحيح. أغلب علمائنا السابقون أغلبهم كانوا موسوعيين بخلاف أمورنا نحن في هذا العصر. نعم. وهذا يدعونا أيضا إلى سؤال الدكتور رمضان عن آثار المبرد العلمية. دكتور رمضان له أكثر من 50 مؤلفا وفي موضوعات شتى في علوم العربية وفي البلاغة وعلوم القرآن، ولكن لم يصل مع الأسف إلينا إلا القليل القليل من هذه المؤلفات. نعم. ومن هذه التي وصلت إلينا كتاب الكامل، وهو كتاب رائد في فن الأدب وقد طبع مرات عدة، وخير طبعاتها على ما طلعت عليها طبعة حققها الدكتور محمد أحمد الدالي، ورأيت أيضا هناك طبعة جديدة حديثة صدرت في السعودية بتحقيق الدكتور عبد الحميد الهنداوي. ثم الكتاب الفاضل، وهو كتاب يعني هو أشهر أشهر كتبه الكامل في اللغة، أشهر في اللغة من أشهر كتبه. نعم. يعد مع المقتضب من أشهر كتابين. صحيح. مؤلفين ألفهما المبرد. نعم تفضل. ثم كتاب الفاضل، وهو كتاب مختصر يقوم على أسلوب طريقة الاختيارات ويعتمد على الطرائف وحسن الاختيار. نعم. والمقتضب الذي نحن بصدده الآن الحديث عنه، ويقع في ثلاثة أجزاء، ثم الجزء الرابع جعله الشيخ عبد الخالق عضيمة للفهارس. وشرح لامية العرب وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد والمذكر والمؤنث والتعازي والمراثي، وكتاب الروضة وهو كتاب في شرح أخبار الشعراء المحدثين. شرح لامية العرب للشنفرة. نعم. شرح لامية العرب للشنفرة. وهناك كتب أخرى وردت الإشارات إليها في المصادر ولكن لم تصل إلينا، من هذه كتاب الاختيار والاشتقاق والشافي والفتن والمحن، وكتاب الاعتنان بالنون. والاعتنان معناه المعارضة والمناظرة. يقال عنا له إذا جادله وعارضه. ويعنى هذا الكتاب مضمونه بيان الأسباب التي اقتضت التهاجي بين جرير والفرزدق. نعم. هذا. وهناك أيضا كتاب شرح ما أغفله سيبويه. شرح ما أغفله سيبويه. نعم. ذكره ابن ولاد في الانتصار. نعم. كتاب الانتصار لسيباوي على المبرد. نعم أحسنتم أستاذنا. أيضا أستاذنا الفاضل دكتور حمدي، حدثنا أيضا متفضلا عن أشهر مؤلفات المبرد الكامل في اللغة والأدب. نعم. نعم. يعد كتاب الكامل في اللغة والأدب للمبرد من عيون الأدب الأربعة التي ذكرها ابن خلدون. يقول ابن خلدون: وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، كتاب الكامل للمبرد، كتاب البيان والتبيين للجاحظ،
كتاب النوادر لأبي علي القليل القالي البغدادي. طبعا فيه من يجعل مكان النوادر العقد الفريد لابن عبد ربه. نعم صحيح. العقد الفريد لابن عبد ربه من عيون الأدب حقيقة، اجتهد فيه كثيرا. نعم كثيرا لذلك سماه العقد الفريد. العقد نعم طبعا كتاب الكامل كتاب يقول في مقدمته مبينا منهجه فيه، لأنه اشتمل على تفسير آيات من القرآن الكريم وشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خطب وفيه أمثال وفيه بلاغة وفيه نحو وفيه لغة وفيه الشعر والشعراء وفيه يعني تاريخ في أنساب، يعني شامل الأدب بمفهومه الواسع. يقول في مقدمة الكتاب التي يبين فيها منهجه: وهذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب، أي أنواعا من الآداب، نعم، ما بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة. والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب من كلام غريب أو معنى مستغلق، وأن نشرح ما يعرض فيه من الإعراب شرحا وشافيا، حتى يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفيا، وعن أن يرجع إلى أحد في تفسيره أن يرجع إلى أحد في تفسيره مستغنيا. نعم، يعني كتاب شامل، يعني في اختيارات شعرية ونثرية وبلاغة ونحو ولغة، ولذا سمي الكامل في النحو في الأدب واللغة. نعم في الأدب. نعم الأدب بمفهوم الواسع واللغة بمحتوياتها، سواء كان في متن اللغة أو في النحو والصرف تدخل في هذا. حتى فيه من فقه اللغة شيء دكتور؟ نعم، ما هو اللغة يدخل في فقه اللغة. يعني ما شاء الله. نعم، هو ما شاء الله. هو هكذا عيون الأدب هذه التي ذكروها تشتمل على كل هذه الأمور، ولذا الأصل أن يدرس الطلاب في كليات اللغة العربية أو الذين يدرسون اللغة العربية يدرسون أجزاء من هذه الكتب. نعم. نعم في بعض الأقسام أو بعض الكليات يدرسون مصادر الأدب أو مصادر اللغة أو مصادر النحو، يفهمون الطلاب أو يعطون الطلاب صورة مختصرة عن هذه المصادر، لكن نريد أن يدرس الطالب أجزاء من هذه الكتب حتى تتكون عنده السليقة وتتكون عنده الملكة اللغوية والأدبية، ويكون عنده الإحساس. لا سيما هذه الكتب التي ذكرناها الأربعة أو الخمسة إذا أضفنا نعم إليها العقد الفريد. نعم. بيان والتبيين للجاحظ. يأخذ يعني تختار في كل مثلا أدرس مثلا في الأدب كذا، أخذ جزء من نعم من هذا من هذا الكتاب يدرس للطلاب. نعم. نعم. إذن مشاهدينا الكرام، فلنتوقف الآن مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع عبد الرزاق عبد الواحد الذي لقب بالمتنبي الأخير. عبد الرزاق عبد الواحد المتنبي الأخير، الممتلئ حبا وشوقا بالعراق، ملأ الدنيا وشغل الناس، ورحل مسجا في غربته يحن حنين النوق إلى بغداد. كبير على بغداد أني أعافها، وأني على أمني لديها أخافها. كبير عليها بعدما شاب مفرقي، وجفت عروق القلب حتى شغافها. تتبعت للسبعين شطآن نهرها، وأمواجه في الليل كيف ارتجافها. تتبعت أوجاعي ومسرى قصائدي، وأيام يغني كل نفس كفافها، وأيام أهلي يملأ الغيث دارهم حياء ويسقيهم حياء جفافها. فلم أر في بغداد مهما تلبدت مواجعها عيناً يهون ذرافها، ولم أر فيها فضل نفس وإن ذوت ينازعها في الضائقات انحرافها. سلام على بغداد شاخت من الأسى، شناشيلها أبلامها
وقفافها وشاخت شواطئها وشاخت قبابها وشاخت لفرط الهم حتى سلافها، فلاكتفت بالخمر شطآن نهرها ولا عاد في وسع الندام اكتنافها. سلام على بغداد لست بعاتب عليها، وأنا لي وروحي غلافها. فلو نسمة طافت عليها بغير ما تراح به أدمى فؤادي طوافها. وها أنا في السبعين أزمع عوفها، كبير على بغداد أني أعافها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: المبرد آخر علماء مدرسة البصرة. دكتور رمضان، كنا قبل الفاصل تحدث دكتور مستفيضا عن دكتور حمدي عن كتاب الكامل في اللغة والأدب، وهو من أشهر كتب المبرد. نتحدث الآن عن ثاني أشهر هذه الكتب للمبرد، وهو المقتطف. تفضل دكتور. الآن لدينا المقتضب، هو من أشهر كتب المبرد. نعم نعم، يقول محققه، طبعا كما قلتم كما تفضلتم، المقتضب أحد مصادر التراث النحوي الأصيلة، لأن أبا العباس ألفه كما يقول محققه بعد أن تأصل تفكيره ونضجت ثقافته واستوت معارفه، لذلك كان أنفس مؤلفاته وأنضجها وأقدم ما وصل إلينا من كتب النحو، هو كتاب مختص في النحو خلاف كتبه الأخرى. الكامل حديقة فيها أشياء متنوعة، أما المقتضب فكان للنحو خاصة. وحذا حذو سيبويه في الكتاب، حتى إنه كان صورة عن سيبويه ويقتبس عنواناته كما كان يفعل المازني شيخه قبله، كما قلنا في حلقة المازني السابقة. صحيح. حقق الكتاب المقتضب الشيخ عبد الخالق عضيمة، وخرج معه في 3 أجزاء، والرابع كان في الفهارس، وضم أيضا في هذا الكتاب 3 كتب أخرى. من هذه الكتب نقد المبرد لسيبويه المسمى مسائل الغلط، ويضم 132 مسألة، ذكر منها في المقتضب 34 مسألة. نعم. على نقد المبرد، وكتاب اسمه مختصر تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب للفارقي. فجاء هذا الكتاب عدا الفهارس، الصفحات ربما نذكرها 1400 صفحة و240 صفحة. كتاب ضخم يعني كبير. نعم، ألف المبرد كما هو معلوم، ألف المبرد هذا الكتاب قبل الكامل، قبل ألف الكامل، الكامل بعده. وكان في الكامل يحيل على المقتضب، سوى بعض الأشياء التي جددها، حاول أن يضيفها في الكامل، إلا أن المسائل النحوية أكثرها كما كانت في المقتضب صارت أيضا في الكامل. يعني نستطيع أن نقول دكتور رمضان أنه أشبه كتاب بكتاب سيبوي هو المقتضب للمبرد. نعم. بعد كتاب سيبوي يعد المقتضب من أشهر كتب النحو. نعم، وهو صورة أيضا، جاءت صورة عن كتاب سيبويه. نعم. طيب. إذا أردنا أن قيض له من يشرح الشرح، نعم، شرحه بعض العلماء، لكن لم تصل إلينا تلك الشروح. من الذين شرحوه ابن درستوي ولم يتمه. نعم. وابن الباذش توفي سنة 528، والرمان النحوي أيضا شرحه المتوفى سنة 383، وهذه الشروح كلها كما قلنا لم تصل إلينا. لم تصل. وقد وصل إلينا شرح سعيد بن سعيد الفارقي
وحده وكانت لبعض مسائل المقتضى، وقلنا إن اسمه تفسير المسائل المشكلة مشكلة في أول المقتضى. هكذا نعم. شكرا دكتور، سأعود إليك مجددا. إذن دكتور حمدي، ما أسلوب المبرد إذن في المقتضى وما اصطلاحاته أيضا دكتور؟ المبرد في كتابه المقتضى يعني أولع كثيرا بالمترادفات، ثم إنه يعني يأتي بجمع الجمع أقاويل، بدلا من أقوال يقول أقاويل كثيرا، يقيد الأمور بالمشيئة غالبا، يعني التزم أن يقيد جميع وعوده بالمشيئة إن شاء الله تعالى، حتى جعلها في بعض العناوين. نعم. التزم أن أيضا يشرح الألفاظ شرحا لغويا، لو عرض لأمور الأنساب يتكلم في الأنساب لأن له كتابا في الأنساب. صحيح. أكثر أيضا من تكرار لفظتي فعلم ويا فتى، وكأن هذا الكتاب كتاب تعليمي. هذه طريقة العلماء لأنه كانت في يعني؟ نعم في الأسلوب، لأنه موضوع الدرس ويا فتى فعلم كذا، كأنه موضوع خطاب ويكون أيسر في نعم في التلقي وأمور الدراسة. جاء في كلام المبرد إدخال ال على كل وبعض التي عابها الأصمعي. غريب هذا نعم. دكتور يعني مثلا الكل والبعض. نعم، فيقول فإذا أردت البعض قلت إذا أردت البعض قلت أخذت من ماله فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية. أردت البعض يعني، ولكن أغلب اللغويين يعني يقولون بخلاف ذلك دكتور. لا موجود، لا تدخل يعني في الكتاب موجود دخول ال على كل وبعض. نعم، هو الأصمعي الذي تشدد فيها، لكن كثير من النحويين يدخلونها ال على كل وبعض. على كل وبعض نعم. الاصطلاحات، من اصطلاحات المبرد في المقتضب، سمى الحالة مفعولا فيها، سمى التوكيد المعنوي نعتا، سمى الضمير المنفصل المؤكد للمتصل صفة، يعبر عن الهمزة بالألف، يصف الحرف المتحرك بأنه حرف حي، يعني وهذا القدماء يصفون المتحرك بأنه حرف حي والساكن بأنه حرف ميت. ميت فعلا. نعم فعلا صحيح. نعم. يعبر عن النهي بالنفي. هذه يعني الأمور الغالبة التي هي موجودة في المقتضب. نعم. من هنا دكتور رمضان، يعني ما موقف المبرد من لغات العرب؟ يشرح لغات العرب أحيانا ولا يفاضل بين اللغتين. من ذلك نأخذ مثالا ما النافية، وهنا نقتبس من كتاب المقتضب لنقرأه لنتبين هذا الأمر عنده. تفضل. يقول تقول ما زيد قائما وما هذا أخاك. فنلاحظ هنا أن ما عملت عمل ليس. نعم. فرفعت الأول هذا ونصبت الثانية. يسمونها الحجازية. نعم، هذه تسمى الحجازية. ما الحجازية. الحجازية. أما التي لا تعمل فهي التميمية. إذن تقول ما زيد قائما وما هذا أخاك، كذلك يفعل أهل الحجاز. وذلك أنهم رأوها في معنى ليس، يعني رأوا ما في معنى ليس، تقع مبتدأة وتنفي ما يكون في الحال وما لم يقع. وأما بنو تميم فيقولون ما زيد منطلق، هنا لا يعملونها بل يهملونها، فتسمى ما المهملة، يدعونها حرفا على حالها بمنزلة إنما إذا قلت إنما زيد منطلق. وأحيانا يرجح لغة على أخرى. فنقتبس أيضا إذ يقول ولكن لما كسروا الياء في ييجل علمنا أن ذلك لتنقلب الواو، ولولا ذلك لم يكسروا الياء. وهذا قبيح لإدخالهم الكسر على الياء. وقال قوم وهم أهل الحجاز نبدلها على ما قبلها فنقول يا جل ويا حل، وهم الذين يقولون موتعد وموتزن. أو يعني هكذا ويتعد ويتزن، وهذا قبيح. قبيح نعم. الشيء الثالث الذي نلاحظه على يعني من مواقف المبرد أنه ينسب بعض لغات العرب إلى الغلط، ينسب إليها الغلط. فيقول مثلا
هنا يتابع أستاذنا المازني، رأينا في حلقة مضت عن المازني أن أستاذه المازني أيضا خطأ بعض العرب في لغاتهم، فيقول المبرد هنا: وناس من بكر بن وائل يجرون الكاف من مجرى الهاء، إذ كانت مهموسة مثلها وكانت علامة إضمار كالهاء، وذلك غلط منهم فاحش. نعم، وهذا يعني أغلب البصريين هكذا. دكتور، سأعود إليك عذرا مجددا، يضيقون واسعا البصريون في ذلك. دكتور حمدي، ما موقف المبرد من القراءات القرآنية؟ يعني لو تفضلت بدقيقة واحدة مختصرة. يعني المبرد تبع شيخه المازني في إنكاره بعض القراءات القرآنية التي هي من القراءات السبعية، يعني من هذه القراءات التي خطأها قراءة حمزة: وما أنتم بمصرخي، وفي سورة إبراهيم، وفي سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لأن البصريين، مشكلة عند البصريين أنهم، لأنه حمزة كوفي هذه قراءة، والقراءة سنة متبعة بعيدة عن البصرة والكوفة. الأصل أن يقعدوا القواعد تبع للقراءة لا العكس. لماذا دكتور برأيك عند المازني والمبرد عند البصريين يعني هذا التغليط في القراءات؟ كان سائدا يعني لم يصل هو طبعا موضوع القراءات السبعية والعشرية وما عدا ذلك ظهرت بعد المازني وبعد المبرد. يعني هذا السبب ابن مجاهد المتوفى 324 من الهجرة كان بعد المازني وبعد المبرد، فهو الذي سبع السبع، أول من سبع السبع، فربما لم تكن واضحة عندهم. لا أدري، لكن يعني نعذرهم من هذا الجانب، ربما يعذرهم العلماء. يعني أنا أفسر هذا. لكن الأصل يعني ما دامت قراءة وقد ثبتت فالأصل القراءة سنة متبعة. أجعل أطوع القواعد للقراءة وليس العكس، ليس أحكم على القراءة بالقواعد الموضوع، حتى إنهم أثروا في القراء. يعني ابن الجزري يقول يعني وضعوا القراء وضعوا شروط للقراءة الصحيحة ثلاثة: موضوع صحة السند، وموافقة للرسم العثماني، الرأي الثالث تأثرا بالنحاة، أن توافق وجها من أوجه العربية. تأثر ابن الجزري وهو ابن الجزري. نعم، تأثر به. وكل موافق وجه النحوي، وكان للخط احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. نعم. طيب، وهو موافق وجه النحوي. نعم. لماذا؟ صحيح، موافق. إذن دكتور رمضان، يعني لو سمحت بدقيقة واحدة تختصر لنا يعني تأثر المبرد بكتاب سيبويه. مثلاً. نعم، كتاب السيبوي هو النبع الذي متح منه كل من المدرستين البصرية والكوفية. نعم. وكل من أتى بعد سيبوي كان عيالاً على سيبوي. لكن قبل ذلك قرأ المبرد الكتاب على الجرمي والمازني، ثم نراه في المقتضب يوضح أو يشرح أكثر من سيبويه، بل نعد المقتضب تلخيصا لكتاب سيبويه، الذي حاول في هذا الكتاب أن يعني ينظم أو يسهل ما كان مستعصيا في الكتاب، أو ما نشعر أنه مستعصٍ. فالمسائل التي وردت معقدة ومتناثرة في كتاب سيبويه بسطها وسهلها. ومثال على ذلك، نرى ما جاء في باب أنحاء الفعل العشرة التي وردت في أبواب مختلفة من كتاب سيبويه، عرضها المبرد في فصل واحد. وهو في هذا العرض سهل لنا كثيرا. وهذه الأبواب إذا أردنا أن نقولها بعجالة: الفعل الحقيقي، ثم الفعل الذي ذكر فاعله، ثم الفعل المتعدي لواحد الواصل المؤثر، ثم الفعل المتعدي لواحد غير واصل، ثم الفعل المتعدي لاثنين ويمكن الاقتصار على أحدهما، ثم الفعل المتعدي لاثنين ولا يمكن الاقتصار على أحدهما،
نحو ظننت زيدا أخاك، ولكل كل واحد من هذه يعني فصلها. نعم فصلها شرحها. نعم هكذا. ثم الفعل المتعدي لثلاث مفعولين، ثم الفعل المتعدي لمفعول، ثم أخيرا قبل الأخير الفعل على لفظ، فهو يلزم ذلك اللفظ لذلك المعنى، نحو ما أحسن زيدا وما أجرى مجرى الفعل وليس بفعل. هذه الأشياء العشرة جعلها في فصل واحد، وكانت متناثرة غير منتظمة في كتاب السيبوي. شكرا جزيلا لك. في ختام فقرة موضوع حلقتنا إذن نجدد شكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول دكتور رمضان أيوب الأستاذ المساعد بكلية الدعوة في لبنان. بارك الله بكم أستاذنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وشكرا لكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام فنبقى مع فقرة من الذاكرة، وهي بعنوان أبو العباس المبرد. أبو العباس، ما قصتك يا صديقي؟ ما الذي جاء بك في مثل هذه الساعة؟ خبئني خبئني يا أبا حاتم خبئني. وممن أخبئك يا صديقي؟ من رئيس الشريطة، من رئيس الشريطة، أين يمكنني أن أختبئ؟ وما شأنك معه؟ طلبني الليلة للمنادمة. ماذا؟ أيطلبك أنت لتنادمه وتسامره وتزين مجلسه، في حين أنت الذي يتهادى إليك العلماء والأمراء؟ تقول أرسل في طلبك، في حين لو جاء هو بنفسه ليرجوك أن تتفضل وتسار عنده لكان ذلك قليلا بحقك. يا أبا حاتم يا أبا حاتم، أهذا وقت للمديح؟ خبئني قبل أن يدركني عسسه. حسن، تعال اختبئ في هذه المجمل، من حسن حظك أنها فارغة من الماء. هيا تعال. ولكن المجملة وجدت لتبريد الماء لا لتخبئة الرجال، وأخشى أن أصاب بالبرد فيها. إنها آمن مكان لك في مثل هذه المحنة. تعال انزل. حسنا، ساعدني 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 يا أبا حاتم، ساعدني. يا الله، إنها باردة جدا، ليتني ما رفضت طلب رئيس الشرطة. لقد أحسنت إذ رفضت، فمن لا يكرم نفسه لا يكرم. فأنتم رجال العلم والمعرفة أجدر بالتقدير والاحترام. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العرب، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني. عنوان هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الرابع، نبدأ بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدين الكرام في البيان القرآني، ونبدأ من قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا في سورة آل عمران. أما في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا الدكتور، لماذا جاء التعبير بكان في النحل ولم يأتي في آل عمران كانوا أنفسهم يظلمون؟ نعم، في سورة آل عمران نزلت في المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لذا لم تحتج إلى كان التي تدل على المضي. أما في سورة النحل فنزلت على يعني في قوم في الماضي، لذا احتاجت. والذي يبين هذا يعني ما ذكر قبلها: كذلك فعل الذين من قبلهم، ثم قال: وما ظلمهم الله. فعل وظلمهم كلها. نعم، ماضي. فالإخبار عن هؤلاء القبليين المشبه بهم يعني قوم ماضين، فالقوم السابقين احتاج السياق أن يكون كانوا. أما الذين هم معاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الآيات لم يأتي كان. نعم. أيضا في قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. هذا في آل عمران.
وقال جل وعلا في سورة الأنفال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دكتور، هنا كما نلاحظ مقصود الآيتين واحد في الموضوعين من حيث المعنى، وهما لقوم بعيانهم من أهل بدر رضي الله عنهم، ولكن ما وجه الزيادة هنا لكم في آية عمران ولم تزد في الآية الأخرى؟ يعني زيادة لكم في سورة آل عمران لما كانت البشرى في آل عمران للمخاطبين من المؤمنين بين فقال لكم. نعم، أما في الأنفال فقد تقدم لكم في قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فعلم أن البشرى لهم للمؤمنين فأغنى هذا عن ذكر لكم مرة أخرى. نعم، أما في سؤال آخر أيضا، نعم، وجه تقديم القلوب على المجرور به. نعم، ولتطمئن قلوبكم به، وفي الآية الأخرى لتطمئن به قلوبكم. نعم، يعني هنا الكرماني له توجيه رائع، يقول: راعى في آل عمران الازدواج بين كناية المخاطبين، كناية يعني ضمير، ضمير المخاطبين، وذلك أولى، وكناية هذه تعبير الكوفيين، يعني مصطلح كوفي يساوي الضمير عند البصريين حتى يفهم المشاهد الكريم. فيقول: الازدواج بين كناية المخاطبين أي بين ضمير المخاطبين، وذلك أولى، فقال لكم ولتطمئن قلوبكم، لكم قلوبكم. وراعى في الأنفال الازدواج بين كناية الغائب، ضمير الغائب، لما عدم الخطاب فقال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به. جعله الله به. نعم، الضمير غائب مع ضمير غائب، موضوع هذه مناسبة. إجابة من الإجابات التي ذكرها العلماء. أخيرا قبل الفاصل دكتور، ما وجه سناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين في سورة الأنفال؟ إن الله عزيز حكيم. ولم تردا يعني جاريتين على اسم الله سبحانه كما في آل عمران؟ طبعا فيه إجابات كثيرة للعلماء، نأخذ توجيه الغرناطي يقول: آية الأنفال تقدم فيها أوعاد جليلة، كقوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم، ثم قال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ثم قال: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فهذه أوعاد علية لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران، فناسبها تأكيد الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء، وإن الله عزيز حكيم. بينما في الآية الأخرى في آل عمران: والله عزيز حكيم. نعم، هذا الأمور المتقدمة، هذه الأوعاد الكثيرة ناسبها التوكيد. أما في آل عمران لم يسبق مثل هذه الآية من الأوعاد، فلذا أتت دون التوكيد الزائد هذا. نعم، إذن فنتوقف الآن مع سرحة قصيرة فقرة صحيح القول، وعنوان هذا الأسبوع: أخطاء عدم المطابقة. أخطاء عدم المطابقة. عدم المطابقة بين أحد ومعدودها، وإحدى ومعدودها، ويحدث ذلك الخطأ عندما يأتي المعدود جمع تكسير أو جمع مؤنث سالمة، فيقع الخلط بين تذكير أحد وتأنيثه إحدى، في حين يزول ذلك الالتباس بعد رده إلى مفرده لتحديد اللفظ الملائم أحد أو إحدى، مثل قولهم: اشتباكات مع إحدى تشكيلات الجيش. هو صحيح القول أحد، لأن تشكيل مذكر، ومثل قولهم: داخل إحدى السجون. وصحيح القول أحد، سجن مذكر، ومثل قولهم: خطف إحدى أضلاع المربع الذهبي. هو صحيح القول أحد، ضلع مذكر، ومثل قولهم: إيقاف إحدى الخطوط. وصحيح القول أحد، خط مذكر، ومثل قولهم: في إحدى الأقسام. وصحيح القول أحد، قسم مذكر، ومثل قولهم: أحد المعارك الشرسة. وصحيح القول إحدى، معركة
مؤنث، وقولهم شيخ أحد العشائر العراقية، وصحيح القول إحدى عشيرة مؤنث، وقولهم تعليمات لأحد الشركات، وصحيح القول إحدى شركة مؤنث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب، وما زلنا في فقرة البيان القرآني في موضوعنا هذا الأسبوع من المتشابه اللفظي في سورة آل عمران الجزء الرابع. قد وصلنا إلى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا في سورة آل عمران. وقال تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المراد دكتور في الموضعين الحث على المبادرة في إلى أفعال البر وجزيل الثواب، ولكن هنا اختلفت عبارة الأمر بذلك في الموضعين في الآيتين، يعني ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لماذا جاء الأولى بالفعل وسارعوا، وجاء الثانية بالفعل وسابقوا أو سابقوا؟ نعم. جاء نعم. نعم. طبعا معلوما بأن ترتيب السور في المصحف على أرجح الآراء ترتيب توقيفي. نعم. وآل عمران قبل الحديد في الترتيب المصحفي. وقالوا المسارعة قبل المسابقة. فلذا أتت المسارعة في آل عمران وأتت المسابقة في الحديد. لأن المسارعة تسبق المسابقة. هذا أمر. الأمر الثاني، السؤال الثاني اللي هو عرضها. عرضها السماوات والأرض. وعرضها كعرض السماء، السماء والأرض. نعم. الثانية يعني طبعا هذا تشبيه. عرضها كعرض السماء والأرض تشبيه. عرضها يعني السماوات والأرض تشبيه بليغ. يعني حدث أضيف منه. نعم. يعني كأن العرض هو السماوات والأرض. ففيه مبالغة. نعم. المبالغة استدعت هذا. وأتى معها الجمع. يعني في سورة العمران السماوات صحيح أتت مناسبة للمبالغة الموجودة في في الآية. وفي سورة الحديد لم يكن فيه مبالغة، في الكاف موجودة، كاف موجودة، فأتى فيها السماء. لم تحتاج إلى المبالغة. أيضا يعني مناسبات في كل شيء. نعم. سبحان أيضا فيه الأمر لماذا يعني حتى نأخذ قدرا أكبر صحيح. لماذا خصت آية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة والتعظيم دون آية الحديد؟ لماذا حدثت المبالغة في في آية آل عمران ولم تحدث في سورة الحديد صحيح. العلماء قالوا لأن آية آل عمران سبقت أو بناؤها الحظ على الجهاد وعظيم فضله وذكر قصة بدر، وقصة ذكر بدر واحد من لدن قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخره صحيح. إلى هذه الآية. فأمور القتال وفضل القتال ومثل هذه الأمور احتاجت إلى موضوع المبالغة ومثل هذه الأمور يعني. نعم. في آخر دقيقة دكتور، في قوله تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، في آل عمران وفي سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. هنا لماذا جاءت في آل عمران بالعطف بالواو يعني ونعمة، لم يأتي في العنكبوت ذلك؟ في آل عمران سبقت بأوصاف معطوفة كثيرة، تبدأ من قول للمتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذا ناسب هذه العطف الموجود الكثير المتنوع، فناسبه العطف هنا. في العنكبوت لم يتقدم مثله في العنكبوت، فجاءت بغير واو كأنه تمام جملة من غير واو. نعم صحيح. إذن في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية في جامعة غوريسون التركية. بارك الله بكم وجزاكم خيرا دكتور. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وحياكم
ومسك الختام مشاهدينا سيكون مع فقرة سيرة عالم، اخترنا لكم هذا الأسبوع المبرد شيخ اللغويين والنحاة، في رعاية الله وحفظه. أبو العباس المبرد إمام النحو هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري النحوي، ولد في البصرة سنة 210 من الهجرة. أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني، وأخذ عنه نفطويه والزجاج والصولي وابن السراج والأخفش الأصغر وغيرهم. وكان الزجاج أكثرهم التساقاً به وأغزرهم رواية عنه، فهو أول تلميذ للمبرد في بغداد، وقد ظل وفياً له طوال حياته. كان إمام العربية وشيخ أهل النحو ببغداد، ووصفه المازني بالمبرد، وكان أعلم الناس بالنحو بعد سيبويه. وبالرغم من اشتعال المنافسة بينه وبين ثعلب، قال: ثعلب أعلم الكوفيين بالنحو. بعد وفاة المازني صار المبرد زعيم النحويين بلا منازع، وإمام عصره في الأدب واللغة من بعد شيخه. وكان على علمه ومكانته حلو الفكاهة، معروفاً بالأدب والطرف. أشهر كتبه الكامل في اللغة والأدب، والمقتضب في النحو والصرف، وما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد وشرح لامية العرب. توفي المبرد شيخ اللغويين والنحاة في بغداد في سنة 286 من الهجرة.